اللعبة دي تمام اهي، دي اللي بتتلبس في الايد بتاعت الاطفال الصغيرين دي. تمام، انا اول حاجة اشتغلتها عادي خالص زي الدماغ بتاعت العروسة بالظبط، عملت اتنين، واحدة صغيرة واحدة كبيرة. الصغيرة عملت دايرة سحرية وحطيت فيها 6 حشو، والستة خليتهم 12، وبعدين عملت 4 أدوار تزايد فيها وثبت 8 أدوار عليها. ودوت نفس الحكاية برضو بدأتها، بس زودت التزايد شوية لان انا عايزة واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. تمام، لحد ما بوصل للطول اللي انا عايزاه في الاتنين مع بعض. ولما باجي بوصل للطول بحاول اطول دي، يعني انا كبرتها وطولتها عن اللي تحت عشان تبقى دي فوق واحدة فوق واحدة تحت. هبدأ اربط الاتنين في بعض، سواء نقطة التزايد الارتفاع او المنزلقة فيها دي فوق او ما فيهاش، انا هخليها جوه، هداريها جوه. هرتبهم بس الاول وهقفلها زي ما بقفل الوحدات بالظبط، من هنا هاخد طرف من هنا مع طرف من الناحية التانية وهقفلها بغرزة حشو. هطلع سلسلة ارتفاع، هياخد من هنا ومن هنا. تمام، باخد طرف من هنا مع طرف من الناحية التانية. بقفلها بغرزة حشو زي الوحدات بالظبط. لو في عندي اي فتلة من دول بحاول اخليها جوه علشان ما تضايقنيش الشكل من بره. هفضل اشتغل الغرزة دي، غرزة الحشو في التربيط ما بين الوحدات او ما بين اي جزئين مع بعض بتبقى افضل من غرزة المنزلقة. احاول اظبطها اوسطنها، اجيبها للاخر. بعدين اخر دي واحدة اهي، دي اللي هتبقى عند البق هنا الجزء ده اللي فوق واللي تحت. انا لسه عندي اللسان بيتحرك لسه ما عملتهاش. تمام، طيب بعدها هكمل باقي الدور من غير ما ازود ومن غير ما انقص. هو اول دور بس اللي بمشي ثابت لحد ما اربط ما بين الاتنين. بعد الدور ده انا بعمل تناقص، ببدأ اقلل لحد ما بوصل للدوران بتاع الايد.
تمام، انا هشتغل على الجزء ده. انا كده بقيت بتعامل معاهم على انهم قطعة واحدة، ما بفصلش ما بين الاتنين. بعد الدور ده انا هعمل تناقص، انا هاخد المنزلقة من هنا، لازم اطلع ارتفاع او منزلقة. لو انا مش عارفة هبدأ منين وهخلص منين، بس انا هعمل الجزء الفتحة دي دوت العلامة بتاعتي اللي هعتبرها مطرح ما هزود وهنقص. انا هنقص بس مش هزود، فانا هعتبر الاولانية دي 1 2 3 4 5 6 وبعدين تناقص 1 2 3 4 5 6 تناقص 1 2 3 4 5 6 التناقص زيها زي الاميجرامي، لان ده يعتبر اميجرامي، فانا باخد من قدام الغرزة اللي قدام من هنا والغرزة اللي قدام من بعدها وبطلع منهم كلهم، وبعدين بقفل بغرزة الحشو 1 2 3 4 5 6 وهعمل تناقص، هاخد الطرف اللي قدام من هنا مع الطرف الناحية التانية 1 2 3 4 5 6 تناقص 1 2 3 4 5 6 5 6 انا كده خلصت الدور. انا جيت عند الجزء اللي انا كنت عاملاه زي ماركر ليا كده، بعلم بيه مطرح ما ببدأ ومطرح ما بنهي، همشي دور ثابت من غير ما ازود ومن غير ما نقص. دايما في الاميجرامي لما بعمل تزايد او تناقص ما باخدهمش كلهم ورا بعض، بحط دور فرق ما بينهم، دور ثابت ما بينهم، بالذات في الاميجرامي المفتوح اللي ما بيبقاش محشي فايبر من جوه. باخد الدوران، اخلي بالي عشان ما تلخبطش ما بين الجزء دوت والجزء اللي ورا. انا الماركر بتاعي الناحيه دي مش الناحيه دي، انا لسه باقي الدور لسه ما كملش. لو عايزه احط دبوس ماركر احط، عايزه احط اي فتله ملونه، عايزه احط ارتفاع مفيش مشكله. انا كده خلصت الدور ده، هبدا اضيق تاني. انا الدور اللي قبل دي قبل الدور الثابت ده انا كنت عامله 6 تناقص، انا هنا هعمل 5 1 2 3 4
خمسة وبعدين تناقص واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وبعدين التناقص واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وبعدين تناقص واحد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ثلاثة انا بفضل اعمل تناقص لحد ما بتجيب لي المقاس بتاع المعصم اللي هو الجزء اللي بيبقى فيه ده، اللي هو الجزء ده، هذا بيبقى على قد الايد بالظبط عشان اعرف اتحكم فيه او اعرف امسكه. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة وبعدين تناقص. انا كده خلصت الدور ده، هاخد دور ثابت كده. واخدة دور ثابت، انا كده خلصت الدور الثابت ده، هبدا اعمل تناقص تاني المره دي، هيبقى التناقص اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة وبعدين تناقص واحد اثنين ثلاثة أربعة وبعدين تناقص انا في الدور بتاع اربعة تناقص واحد اثنين ثلاثة اربعة وبعدين تناقص
واحد اثنين ثلاثة أربعة، أنا كده وصلت. تمام. ممكن أبدأ أثبت الأدوار على كده. انا ماشيه ادوار ثابته من غير ما ازود ومن غير ما انقص، لان انا وصلت للمقاس اللي انا عايزاه. بيبقى طبعا على حسب حجم الايد نفسها، لو انا عاملاها لطفل صغير فانا ببدأ كل حاجه بالمقاس الصغير من الاول خالص. كده لسه ده تاني دور من الادوار الثابته بعد 4 تناقص. انا كده هفضل ماشيه دور ثابته من غير ما ازود من غير ما انقص لحد ما بوصل للطول اللي انا عايزاه. عايزه اعمل اللسان بتاعه، نجيب اللون الاحمر. هعمل نص البيضاوي، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. تمام. هعمل عمود بلفة، رتله 3 ارتفاع. وفي اخر سلسلة هاخد 6 عمدان اللي هي عند العقدة دي، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، وبعدين هرجع لنص السلسلة أكمل من ورا. منساش السلسلة بتاعت الارتفاع، وبعدين هطلع 3 ارتفاع والف الشغل واشتغل عادي خالص. طبعا انا اللي بحدد العرض بتاع اللسان هيبقى عامل ازاي، ممكن يبقى رفيع، ممكن يبقى بالعرض البق كله بيبقى زي ده كده. ومن اول الستة اللي هنا دول انا هخليهم 12، اتنين
أربعة ستة ثمانية عشرة اتناشر، وبعدين هعمل في كل سلسلة عمود واحد تمام ده كده تمام. هقص الخيط. انا كده عملت اللسان بتاعه. عايزه اعمل انا عامله دول، ده اللي هتبقى في الدماغ من فوق زي دي كده. عامله الالوان دي، ممكن اعمل لون احمر كمان. هعمل 20 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. هسيب 3 ارتفاع وهخش في الرابعة اعمل 4 عمود بلفة، 1 2 3 أربعة. أنا عندي هنا عملت 20 سلسلة وخدت منهم 3 ارتفاع، باقي السلاسل اللي هشتغلهم في كل سلسلة هعمل 4 عمدان. ثلاثة أربعة تلاتة أربعة، هي هلاقيها بدأت تلف لوحدها. واحد اتنين تلاتة أربعة أربعة ايه بدأت تلف ايه. اللي بعدها عدد السلاسل اللي انا ببدأ بيها بيبقى على حسب الطول اللي انا عايزاه. الحاجات اللي هي اللي بيبقى طويلة شوية انا ببقى عاملاها 30 سلسلة، اللي بتبقى زي دي انا عاملاها 30، دي انا عاملاها 20 لاني عايزاها تبقى صغيرة. ثلاثة أربعة اثنين ثلاثة أربعة كل سلسلة بعمل فيها 4 عمدان.
هاخد سلسلة واقفلها كده. فاضل لي العين، انا عاملة واحدة اهي، هعمل التانية. اول حاجة هبدأ بالاسود، هعمل دايرة سحرية وهحط فيها 8 حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8 هقفلها بمنزلقة وهطلع اشد الخيط خالص مش عايزاه. هاخد الابيض هطلع باللون ده، هعمل اول صف في التزايد نص عمود، وبعدين هعمل الصف الثالث عمود غرزة حشو. اتنين اربعة ستة 8 10 14 16 واقفل غرزة منزلقة في السلسلة الثالثة واقص كل ده، لان انا لو ما قصتوش هيضايقني بعدين من بره. هطلع سلسلة واحدة وهعمل التزايد العادي، اتنين بس هشتغل غرزة حشو، 1 2 1 2 1 1 وهقفل بمنزلقة في غرزة الحشو السلسلة الارتفاع اللي كنت واخداها. بعدين هقص ده، بعد ما خلصت دول عملت 3 ادوار ثابتين من غير ما ازود ومن غير ما انقص باللون ده. ده بيبقى لون الجسم نفسه او لون اللعبة نفسها. هطلع واحدة ارتفاع،
ده كده اول دور. الدور التاني انا كده مش بزود حاجة، انا ماشية دور ثابت عادي. ده الدور الاخراني في الادوار الثابته قبل ما اقفل العين واحشيها. ده كده التلات ادوار الثابتين خلصوا. هبدا اعمل تناقص، هطلع واحده هعمل تناقص زي ما زودت بالظبط. تناقص واحد، تناقص واحد، انا بعمل تناقص زي ما انا زودت بنقص بالظبط. الدور اللي بعده هاخد تناقص في كل الادوار. تمام. اخر تناقص اهو، وبعدين نحشيها فايبر. هاخد منطلقة بحشيها من كل حتة. بخلي مقاس العينين قد بعض بالظبط.
مستعجلين هرجع اقفل دي خالص. هاخد منزلقة في كله. تمام، يبقى انا عندي العين اهي. الاول بحط اللسان، انا اضبس الاول احط فيها الوان كتير، لان هي المفروض ان هي لعب اطفال، انا بحاول الونها اكتر من كده. بركب دول الأول وبعدها بركب العين.
Mm-hmm.